أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة الاندبندنت ومقال باتريك كوبرين بعنوان عناء تشكيل التحالفات وقال كوبرن ان التهديدات التي اطلقتها انقره بعد الانفجار الذي هز انقره تاخذ الولايات المتحده على محمل الجد واضاف ان الحرب في سوريا وصلت الى ذروتها واشار الى ان ذلك يتمثل بدعم الطيران الروسي للجيش السوري في تحقيق مكاسب على الارض في حلب ضد المعارضه السوريه وقطع الامدادات عنها من الجانب التركي واردف ان الاكراد يحاربون تنظيم الدوله الاسلاميه بدعم من الطيران الامريكي ونقل كاتب المقال عن دبلوماسي سابق في الشرق الاوسط ان الاكراد والسعوديين يحاولون دوما اقناع الولايات المتحده بارسال جنود للقتال في سوريا الا انهما غير مستعدين لشن حرب اهليه بمفردهم وأضاف أن سياسة السعودية والأتراك مليئة بالتهديدات وأوضح كاتب المقال أن التدخل التركي في سوريا سيستهدف الأكراد ووحدات حماية الشعب الكردي وهما أكبر حلفاء الأمم المتحدة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية وختم كوبن بالقول إن الأمريكيين والروس يلعبون اليوم, يلعبون اليوم دورا عسكريا هاما في سوريا كما أنه أضحى انضمام السعودية وتركيا متأخرا جدا إلا أن ذلك لا يعني أنهما لن يحاولا القيام بأي تدخل وبالانتقال إلى صحيفة صباح التركية نقرأ مقالا للكاتبة هلال قبلان بعنوان نملك القوة لإفساد مخططاتهم أشارت فيه الكاتبة إلى أن القوات التركية التي قصفت مناطق تسيطر عليها عناصر وحدات حماية الشعب اليابجي وبهذا أثبتت تركيا أنها لن تقف متفرجة على ما تقوم به روسيا وقوات الأسد في سوريا والذين يدعمون وحدات حماية الشعب ويدفعون بداعش نحو الحدود التركية وقد صرحت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تقليل التوتر وذلك بعد ساعات من القصف المدفعي التركي كما حذرت وحدات حماية الشعب من استغلال ظروف الفوضى في المنطقة من أجل زيادة نطاق المناطق التي يسيطرون عليها ومع ذلك، استمرت تركيا في استهداف وحدات حماية الشعب وفي تلك الأثناء، وهنا لا بد أن نتذكر بأن تركيا منحت وحدات حماية الشعب العديد من الفرص خلال السنوات الثلاثة الماضية وساهمت في تخليص كوباني من قبضة داعش دون فقدان أي مدني تقريبا وطلبت تركيا من اليبيغي أن تقف إلى جانب الجيش السوري الحر وإلى جانب الثورة السورية، لكن اليبيغي قامت بالضغط على الأكراد المقربين من برازاني وأجبرت مئات الآلاف منهم على الهجرة واستمرت في تحركاتها وفق ما يريد نظام الأسد وروسيا. تركيا لم توجه نيران مدفعياتها من أجل استهداف اليبيغي فحسب، وإنما ضربت المخططات التي ترسمها روسيا وأمريكا في المنطقة، وضربت مساعي إيران التوسّعية وضربت كذب الغرب الذي وقّع. قف في وجه مشروع المنطقة الآمنة للاجئين وربما لم نملك قوى بعد تكفينا لرسم مخططاتنا ورسم أبعاد اللعبة لكننا نملك قوة إفساد المخططات التي تضعها القوى الظلامية ونقرأ في صحيفة السبيل الأردنية مقالا لباسم سكجها بعنوان السعوديه تحمر عينها اشار فيه الكاتب الى ان المملكه العربيه السعوديه حمرت عينها على حزب الله وحلفائه في لبنان، فاوقفت الهبه العسكريه البالغه ثلاثه مليارات دولار، وارجع البيان الرسمي السبب الى المواقف اللبنانيه الاخيره، ردود الفعل البيروتيه تراوحت في وصفها القرار بين كونه كارثيا وصدمه وغير مسبوق، وبدات رحله تلوم بين الافرقاء، وتوقف التحليل عند المواقف اللبنانيه، وفي حقيقه الامر فان المساله تتجاوز هذا التحليل. السعوديه تواصل الاعلان للعالم باسره عن وجهها الجديد الرياض باتت تعتبر لبنان منطقه نفوذ ايرانيه خالصه من حيث سيطره حزب الله وحلفائه على السياسات الداخليه والخارجيه ولهذا فهي حين تدعمه تدعم خصومها، وإذا كان هذا الأمر ممكنا في الماضي فلم يعد له مكان في الزمن السعودي الجديد، حيث الاقتراب من الأزمات بالهجوم، وعدم الاكتفاء بدور إطفاء الحرائق، التدخل غير المباشر في سوريا كان البداية، والتدخل المباشر في اليمن كان الاستمرار، والإعلان عن تدخل مباشر وشيك في سوريا هو التتويج، والآن تقدم السعودية إعلانا سياسيا اقتصاديا واضحا في لبنان على شكل رسالة إلى من تهمه الأمر بلغ السيل الزبا ونحن هنا وهذا يعني أن علينا توقع تمدد الحرائق وتعمقها في غير مكان من المنطقة ونقرأ في صحيفة العرب القطرية مقالا لإسماعيل ياشا عنوان تركيا سترد الرسائل إلى أصحابها رأى فيه الكاتب بأن تفجير أنقرة كشف عن اللاعبين الذين يقفون وراء معاناة السوريين لأن هذه العملية تهدف إلى تركيع تركيا أمام القوى الدولية التي اتفقت على تصفية ثورة الشعب السوري وإجبار أنقرة على قبول تفاهمات واشنطن وموسكو لا يمكن أن ينفذ مثل هذه العملية الإرهابية في قلب العاصمة التركية إلا بالتعاون والتنسيق مع أجهزة استخبارات عالميه ولذلك يطرح هذا السؤال نفسه هل هي رد بوتين على اسقاط المقاتلة الروسية من قبل الجيش التركي بعد اختراقها للاجواء التركية؟ تورط موسكو في هذه العملية الارهابية غير مستبعد كما ان روسيا تدعم حزب الاتحاد الديمقراطي وتقوم بتوفير غطاء جوي له من خلال قصف مواقع الفصائل الثورية لتسيطر ميليشياته على مزيد من المناطق في شمال سوريا ومعنية بحمايته وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مدعومة من قبل جميع اعداء الشعب السوري بالمال والسلاح بالاضافه الى الدعم السياسي والدبلوماسي في الاروقه الدوليه ومن المؤكد ان الهجوم الانتحاري الذي استهدف مساء الاربعاء قلب العاصمه التركيه يحمل رسائل عديده الى ان تركيا ترفض استلام هذه الرسائل والاستسلام لمضمونها وسترد الى اصحابها لتواصل قصف مواقع المنظمه الارهابيه سواء في شمال سوريا او في شمال العراق للدفاع عن امنها ووحده اراضيها وختام حلقه اليوم مع شبكه شام ومقال لزين مصطفى بعنوان توحدهم البيانات والمعارك وتفرقهم الاسماء اتحدوا او انصرفوا أشار فيه الكاتب إلى بيانات الشجب أو التنديب أو التنديد أو حتى الاحتجاج وكذلك التوعد لأكثر من ثلاثين تشكيل عسكري موقعين عليه بصيغة تشيل الاتفاق الفكري الكبير بينهم والتوحد في الهدف والوسيلة بينما الواقع غير ذلك اليوم حركة التوحد الخجولة الملفوفة بأفكار الانتقام من هذا أو ذاك أو الدخول في صراعات جانبية تشغلنا عن الأهداف المركزية والصراع على الزعامة وحده هو الذي بقي حاضرا ومسيطرا يكاد يكون الهاجز الأهم حتى من الانتصار على النظام وإلام مسانديه وإفشال مخططات الموت التي تستهدف الجميع لا مكان اليوم للعيدان المنفردة أو الجهود المشتتة ونحن نشهد حالة من الخسارات الكبيرة على مختلف الجبهات السؤال الذي يطرح بشكل, يطرح بشكل متواصل من قبل الشعب الملكوم المكلوم عن الاندماج الوقتي اليوم لم يعد خافيًا ما يخطط وما يحدث وأين تتجه الأمور ورغم ذلك الجميع يصم الأذان ويواصل سعيه في تكبير الأنا الخاصة به ويدعو من منطق متعالي بأن لدينا جاهزية للتوحد فمن يرغب فليأتي ومستعد ان يحارب باقصى ما يملك ليواجه تشكيل اعتدى او فكر الاقتراب من عرينه، عرين لا يملك فيه الحق بالاصل، هذا الحال لا يشمل القطاع المسلح وانما يشمل كل شيء حتى الشيوخ يختلفون ويتقاذفون، وحتى السياسيين والمعنيين بالشان الانساني والاعلاميين، ويبدو ان الحل الوحيد ان يرحل الجميع، فالرحيل هو الاقرب من التوحد في ظل الشرذمه التي لا يمكن لدين او عقل او وضع ان يجد تفسيرا لها. وبهذا المقال مشاهدينا نختتم حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله